انه الخمسه او ال 20 يوم اللي جايين من الممكن يا استاذ سامي ان احنا نشوف حاجه زي دي. ليه؟ لانه عندك 20 يوم. هو ده الموضوع. ان انا يعني عندي انا تابعت المقدمه بتاعتك وانت ملاحظاتك الفنيه مهمه جدا. التقصير ده تحتيه 10 خطوط في تقصير، يعني اذا كنا وجدنا مبررات في ما بعد افريقيا، لا يعني في فتره يعني بعد ماتش طلع الجيش لازم كنا يعني في يقظه عاليه جدا. وانا كتبت مقال من يومين قلت ان مشكله الاهلي اللي انا شايفها كناقد رياضي ان الفرص اللي بيخلقها الفريق ما بيقدرش يسمنها بالثاء، يعني يسمنها دي حقها حتى لحظه التهديف. اوكي. يعني في الثلث الهجومي بالذات في رعونه عاليه جدا. دي مش عارف ازاي يعني موسيماني ما كانش واخد باله منها او واخد باله مش عارف يسيطر عليها، فدي مشكله كبيره جدا. فيعني يمكن عشان الوقت الفتره اللي فاتت زي ما انت قلت يعني اكثر فرق رغم انك انت جايب حاجه و70 هدف. يعني شوف انت لا زي ما انت قلت المقدمه برضو ان اكثر فرقه بتضيع اهداف هي فرقة الاهلي. يعني فده في النهايه محتاج زي ما استاذ محمود قال يعني تدريبات تخصصيه في الفتره الجايه، واللعيبه يكون عندها حرص على كل هجمه ان هي تنتهي بهدف. يعني دي مهمه جدا. العشوائيه يعني مش بس الاجهاد، لا في عشوائيه كمان. لا الاجهاد كان مقبول الحقيقه ما بعد في مباريات الدوري، وعشان كده اتعملت الحفله لانه اللعيبه كانت بالظبط يعني عشان تستحق يرجعوا تاني بالظبط كده. ولكن ما بعد لما اللي حصل الماتشين ماتش طلائع وبعدين ماتش امبي، يعني لا الاهلي يخلص الماتش بتاع امبي ده بالذات ثلاثه، يعني بغض النظر عن الهدف اللي اتلغى بس على الاقل كان الاداء افضل شويه. الاداء افضل نسبيا، وبس انا اللي شايفه لازم اللعيبه تكون الكره في رجليها، لازم يعني يكون حريص مش بعشوائيه ولا بمهاره زايده. لا يكون في كده يعني خزندار بيطلع الكره صح في اللحظه الصح عشان تبقى تكون هدف. يعني الافراط في المهارات الاستعراضيه انا شايف ان ده برضو كان موجود، ده شيء سلبي جدا. انما انا شايف ان زي ما انت قلت برضو ان في فتره زمنيه كافيه جدا لتصحيح كل ده. عندنا افريقيا الاهلي هيلعب في دور التمهيد الثاني لافريقيا مع بطل النيجر تقريبا. فدي نقطه انطلاق جديده، نقطه انطلاق جديده. طبعا وجود كمان عدد 7 لاعبين في منتخب مصر دي هتكون صحوه. مدرب جديد، جهاز فني جديد، تحديات كبيره جدا قدام ليبيا. فيعني دي صحوه لعيبه الاهلي هم يعني صحصحوا شويه، لان 7 الموجودين هم العناصر الاساسيه جوه الجهاز جوه التشكيله بتاعت الاهلي. فطبعا انا شايف ان الفتره الجايه لمسناه في ماتش امبي يا كابتن، ان اللعيبه ابتدت تحس ان هي عليها قدر من اللوم والناس بتلومها. انما طبعا توقع السؤال اللي سالته الاستاذ محمود في البدايه ان موسيماني هيمشي ولا مش هيمشي، دي كلها شوشره على الفرقه. انا ده مش سؤال على فكره، انا عارف اجابته ولكنها اشاعه من ضمن الاشاعات اللي كانت مقصوده. اصل حصل ايه يا استاذ سامي امبارح او اول امبارح؟ فجاه لقينا ان الاهلي اتقال ان الاهلي بيتفاوض مع احد المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين في مصر. اتقال اجروس واتقال وراحت في كل وده وده كلمني وده يكلمني. قبل ما نخش الهوا على طول صديق اعلامي كبير بعت لي بيتحدى بوست كده صغير في مدرب اوروبي جاي للاهلي خلال ايام. يعني بس هو طبعا هو زملكاوي خلال ايام. خلال ايام.